انا لسه بفتح اللعبه. ازيك يا شباب؟ معاكم حلقه جديده معايا ست يوب. مش هنلعب لعبه تابز زي ما انتم شايفين، باتل رويال يا شباب بس بشكل مختلف. لو انتم حابين انزل عن اللعبه دي مره ثانيه، عايزين نوصل الفيديو ده 15000 لايك. الراجل في الاول ده خضني، خضكم انتوا كمان. يلا ما علينا، هنبدا شباب نخش زي تحديات. انا اللعبه دي اول مره اجربها معاكم، فلو انت لسه بقى جديد معانا اتمنى منك تنزل دلوقتي تشترك معانا في القناه. وخلينا شباب نبتدي بالمقدمه بتاعت اللعبه. خلينا نشوف البدايه، نشوف التعليمات، نشوف هنعمل ايه وبتاع. في جيش قدامنا هنا سهله، تمام نقدر نتحرك. حلو، علينا بس نزوم عليه يا عم. الجيش التعبان ده زي ما انتم شايفين يا شباب تحت عندي زي كوينات، بالكوينات دي اقدر اجيب ناس يواجهوا الناس دول. طب حاجه كويسه، خلينا نشوف. انا بصراحه مش عارف نقدر نجيب ايه بال 600، ما عندناش غير اول بس حبه هما اللي مفتوحين. ماشي، بس الموسيقى تشد الواحد. ايه انا عملت لك الصوت ده؟ بس دول اللي معاهم شيلدات، باينه هنا في شيلد. ماشي، دول معاهم هنا زي خشب كويس. عندنا 2 4 6 ماشي، يبقى نحط مثلا 2 هنا بشيلد كويس، وخلينا اللي برمح. لا هحط واحد بس، لا لا بلاش، ينفع اسحبه تاني؟ تمام، خلينا نحط مثلا دول اللي بعصيان. ايوه نقدر نحط واحد كمان، ممتاز كده حطينا ثلاثه. نحط كمان 2 ورا، والله سعرهم حلو. نحط كمان هنا احنا كده هنكسب وش. خلينا نبتدي. يلا يا لذيذ، يلا بدات المعركه. ايوه يلا شردات صدوا، دي احنا هنكسبها على طول وش. الجوله الاولى سهله ايزي. يلا يلا يا ابطال، انتوا قدها. التيم بتاعنا مسيطر بس صداقه قويه، بس شغل بشيل طيار الولا. يا سلام، شوف لما تيجي تخطط بدماغ ابو الاساس بتكسب الحرب ايزي. يلا خلينا نخش اللي بعدها، لانه بصراحه اتحمست لها. شباب زود لنا كوينات، خلاها حوالي 800. عندنا في هنا برموح هنا ماشي، وهنا يبقى احنا برضو هنحتاج الشلدات، فنحط واحد هنا عشان يصد الرموح. تمام، ونحط واحد. هما فين التيم؟ ايوه هنا ماشي، نحط واحد هنا. لا احنا محتاجين 2 بس، يا رب الكوينات تكفي معانا. الفكره اللي هنعملها 120. ممكن نخلي ده ورا خالص، ونخلي ده نفس القصه، في واحد هنا ورا. تمام، الباقي بقى اللي بعصيان، ولا ممكن هنحتاج واحد تاني بشيلد. خلينا نحط برضو احتياطي، لان بالباقي هنقدر نجيب كميه جنود محترمين، وبالتالي هنقدر نفوز المعركه دي يا شباب. خلينا نحط مثلا دي واحد. لول ده طلع ب 60. لا يا عم اسحب يا عم، انا ارجع في كلامي. يبقى احنا لازم عايزين نسحب واحد، يبقى نسحب الابو شيل، نخليهم الاثنين كويسين شغالين، ونشيل واحد من هنا عشان نوفر شويه، ونحط يا لا امسك نفسك يا عم. ماشي، نحط هنا 2. عندنا هنا كمان ممكن نحط 2. ممتاز شباب، توقعاتكم هنفوز ولا هنفوز؟ باذن الله هنفوز. يلا جيش اول اللي شدات، حرام عليكم. لا خلينا طيب نركز في دول. بياخدوا وقت. ايزي، احنا اللي هنكسب باذن الله. لا 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 لا، التانيين برضو شغالين. يلا اديله اللي بسام بيعمل ايه يا عم، خلص. والله ما كنتش اتذكر احنا هنفوز، كسبنا بجداره يا شباب. الفكره بتاعتنا استراتيجيه. شوف بقى اللي بعديهم عاملين ازاي. في واحد بحجاره هنا، وده مسك لنا خشبا، ممكن يكون ده زي ساحر مش عارف، بس هات لي جمجمه معزه زومت لكم بقى عليه دلوقتي. بس الغريبه ان العصايه دي اللي عليها الراس بتاعت المعزه دي، ولا ايه بتتحرك يا جدعان؟ لسه فيها الروح. لا شكل الجيش ده قوي. ماشي، واحنا اللي هنحتاجه اللي بشلدات كويس. يبقى عندنا اللي بشلدات، لان في معاهم كام واحد برمح. ده كلهم صحراء، انا شفت بالغلط ولا؟ استنى استنى استنى، يبقى عشان برضو الاحتياطي. عندنا كمان اللي بيحتف هنا، ماشي هنحط 2 هنا كويس، ونحط كمان 2 في الناحيه الثانيه. يلا ربنا يسهل بس ونكسب المعركه دي. مش عارف ليه حاسس ان انا هخسرها، لان شكلهم صعبين. نحط دول ورا شويه كويس، ونحط دول كمان هنا. حلو، عايزين بقى نظبط اللي بالخشب دول. على طول. ايوه كملت. تمام، مش عارف توقعاتكم يا شباب هنفوز ولا لا. خلينا نجرب يا عم، احنا نتكلم. خش يا عم على المعركه، مفيش هزار، ربنا يستر. يلا بس جبنا واحد. ايوه اديله اديله اديله، طلع من الساحر، طلع بطيخ على الفاضي. شوف 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 الورا. الله عليكم، يلا يا اساطير، يلا يا اساطير، يلا يا اساطير. استنيني ايه؟ ايوه كده، يلا اللي خش عليه خش عليه. ايوه بيحدف الحجره، حلو. لسه في واحد هنا، لسه اللي ورا هيحدفوا عليه. خلي المعزه تنفعك. يس
سلام جود جيم. بس شايفين طلعي من الارض. استنى استنى يبقى ساحر زي ما قلت لكم. بس كسبنا كسبنا الحرب. يا نهاري استنى استنى كل دول ما عمش الدات. والله شكلهم يخوف يا جدعان. شكلهم كمان لابسين هيد على دماغهم يا جدعان. مش زي الناس اللي وراهم دول خالص. طب احنا بقى جالنا واحد جديد اللي يقعد يحدف حجاره وكده. طب انا عايز اعرف لو مثلا نقدر نخليه قدام يحتفهم كده كويس نقدر نجيب كام. نقدر نجيب كميه محترمه. حلو جبت كده ثلاثة موزعهم وممكن بعد كده اخلي بشلدات ناس زيهم. وبعد كده عايزين نجيب بقى اللي بخشب نوزعهم. يا عم بطل سويت يا عم باذن الله المعركه دي نكسبها. مش معانا غير واحد شباب. احنا بالطريقه دي ممكن نفوز. مش عارف بس ممكن نشيل ده ونخليه قدام. خلي واحد هنا حط هنا واحد هنا كمان بس كده. نحط واحد هنا تاني كويس. انا شايف كده الاستراتيجيه بتاعتنا باذن الله هتظبط. خلينا نشوف. يلا صوتوا كمان. اوه يا جدعان يا نهاري. لا بقى احدفوا 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 ما تبقاش بص لهم كده. اللي مسك الحجاره بيعمل ايه؟ بس احنا خلاص تقدر تروح نطحن. طلع قوية جدا. يا سلام ايزي. خلينا نشوف الجيش التاني. انا بصراحه مش عارف دول بيعملوا ايه فمستغربهم. بس لو دول ماشي ممكن مبلوعين شويه. بس اللي قدام دول مش عارفين مهاراتهم عامله ازاي. ممكن يكونوا مثلا زي مجرد بيعزفوا. بس احنا جالنا شباب زي فيل. بس شايفينه سعره بكام؟ ب 2230. مش معانا المبلغ ده فاحنا هنضطر نجيب. في كمان حاجات لنا حاجه جديده هنا. طب اقول لكم على حاجه كويسه. خلينا نحط مثلا اللي بشلدات هنا. لابسين هدات دلوقتي اتطوروا. خلينا كمان نحط اللي بحجاره. ماشي نحط اتنين هنا كويس. وخلينا نشوف ده عامل ازاي. خلينا نحط هنا كمان. بس سعره غالي. خلينا طيب نكملهم بدوله. مش عارف انا حاسس ان الجيش بتاعي هيتطحن بس نجرب عشان نشوف الجيش اللي قدامنا ده عامل ازاي. يلا يا ابطال. ولا جاب ولا. شوف 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 بيرد ازاي. لا لا يلا بالحجاره. لا كده هنخسر. استنى استنى اصف اتنين كمان. بص الراجل ده راسه صغننه ازاي. يلا ابطال اخر واحد راسه صغير. ولا يا سلام فزنا كمان عليهم. طلعت الاستراتيجيه بتاعتنا جامده. بس استنى استنى في بقى ناس هنا بقت اقوى منهم. دول زي كانهم لابسين شلدات. وفي عندنا اتنين هنا كمان ورا ماسكين شاب حاجات في ايديهم زي كانها حاجات كيماويه. هيحدفونا علينا. ممكن يكون معاهم زي حاجات بتسممنا. ايه استنى فكرت دول كمان جيش. لا 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 يبقى احنا كمان عندنا في اتنين هنا. ماشي المعركه دي باذن الله هنحسمها. فخلينا نشوف في حاجه ثانيه فتحت لنا جديده. لا ماشي خلينا نجهز يا شباب. نحط مثلا ناس بشلدات هنا وبعد كده الاقوياء دول هنخليهم هنا. صرفت كتير بس هنشوف طيب الخطه بتاعتنا هتظبط ولا لا. ونخلي في اتنين هنا من بيحدفوا الحجر. وبعد كده عايزين نخلي ايوه اللي بعصيان دول سعرهم حلو وبيعملوا اداء كويس. حط واحد هنا كمان كويس بحيث لو حد وقع التاني يجي يلحقه. دوس هنا ستارت. يا الله المعركه دي بتاعتنا باذن الله. يا نهاري. دول زي ما قلت لكم. لا حرام عليكم. يلا يلا ان شاء الله احنا نفوز. ده الجيش بتاعه نصه مات. ده بيدوخوا بس هيقوموا تاني. حلو حلو حلو. يلا يلا باذن الله كملوا. يلا 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 كملوا شباب. بس في منهم ماتوا بالفعل. لا حرام. يلا يا عم احتب. الله عليك يا بطل كمل. حرام عليك يا راجل. في حد تاني لسه ناقص مننا؟ ايه ده رايحين فين دول شباب؟ هو مين ده حد فعلا هنا؟ ده كان في واحد تاني في المايه عندنا. طب كويس يا رب يغرق. خسرنا. الاستراتيجيه بتاعتنا لازم تتغير. فاحنا هنجيب مثلا واحد اتنين تلاته ماشي. وبعد كده هنجيب اللي بشلدات هنا تمام. وبعد كده هنجيب اللي برموح. عايزين كميه محترمه. ايوه كده 100 100. وهنخلي برضو اللي بعصيان. ايه رايكم نوزعهم هنا؟ استنى نحط واحد هنا كمان واحد هنا كمان عشان ده اللي بيبقى في وش المدفع. وبالتالي نقدر نفوز عليهم بسهوله. خلينا نحط واحد هنا. انت اللي مشكله. شباب واحنا ينفع نخليه يتحط هنا؟ استنى احط واحد هنا كده من ورا بس مش عارف هيغرق ولا بلاش عشان ما يغرقش. نخلي ده يمشي من هنا. واحد تاني ورا لا مش هيكفي معانا فهنخلينا بال 120 نحط برضو اللي برموح هنا. يلا نبتدي باذن الله احنا نفوز. يلا يا ابطال. ايوه يا سلام.
كمل 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 بس اللي ورا هتدفع لهم تاني. ايوه يلا جهزوا المحكم. هتدفعوا هتدفعوا. لا الصحراء اللي ورا دول مشكله. يا سلام. ايوه ناقصنا واحد. تعالوا جاي لكم. ورينا هتعملوا ايه. لا شباب يلا اللي بيصبح هتدفعهم. خلص. يا سلام فزنا. كان فوز جامد. ايه رايكم؟ عملنا خطه استراتيجيه ونجحنا فيها. بس شوفوا الجيش ده عامل ازاي. استنى استنى واللي ماسكه في ايديه ده كمان. طب احنا نقدر نجيب دلوقتي الفيل؟ يا شباب نقدر نجيبه. يا سلام بس مش عارف قوته عامله ازاي. فخليني احطه هنا. تمام ونقدر نجيب تمام. مش هينكفي معانا. خلينا نجيب اللي بعصيان. ايوه عشان نحط كميه محترمه ورا الفيل. حلو كده نصنا اخر 10. يلا نبتدي. يلا شباب باذن الله احنا قدها. يلا يا ابطال. يلا يا عم في. اوه اطلع عليك يا بطل. ده الفيل هرسهم. ده الفيل لوحده يا شباب. والله طلع جامد قوي. ده احنا تقريبا هنعتمد عليه في كل المعارك. استنى الجيش التعبان ده. دول هنا اكيد بيهزروا. دول اللي معاهم برضو المواد الكيماويه. التلاته دول مش عارف الصراحه بيعملوا ايه. فخلينا نشوف في جيوش جات لنا جديده. لا ماشي. هيا طيب نحط الفيل هنا في وش المدفع. بس مش عارف لما يهدفوا عليه السم هيحصل له ايه. هيتاثر برضو هو كمان. ونحط دول هنا كده ورا عشان مش عارف التانيين دول هيعملوا لنا ايه. ونحط برضو اتنين بشلدات. ونحط بقى من دول كميه. حط هنا كمان. خلينا نملاها. يلا يلا يا ابطال. ده كان في فصل كمان الزرع ما شفتهمش. طب يلا يلا باذن الله على الصغيره دي. تعال الله عليك. يلا بالصومه. لا المواد الكيماويه هيجيبوا الجيش. يلا يلا يا ابطال. يلا يا عم الفيل. شوف مسك العيال الصغيره. خش عليهم الله عليك. خش 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 خش. التيم بتاعنا مسيطر لغايه دلوقتي شباب. ناقص واحد ورا ده اللي مواد الكيماويه. احتفوا عليه يلا. ايوه خش عليه بالعصايه. لا سمم اتنين. راح فين الفيل؟ لا مات. شباب يلا كملوا كملوا كملوا. شوف 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 المزارع. يا مفتري بس الفيل راح فيها. يلا يا ابطال. بس اللي بسهم هيجيبوه. يلا الله احذفوا يلا اخر اتنين. اوه شوف جابها صح. بس الضوء قوي جدا. خلص على الاتنين لوحده المفتري. لا انا خلي بالنا منه قوي بعد كده المره الجايه. استنى استنى نشوف في عندنا كمان دول. بالسيوف يا جدعان. ولابسين كمان دروع ومظبطين نفسهم. فدول تقريبا هيبقوا صعبين علينا. بس خدوا بالكم الجيش اللي عندي اختفى. جالنا جيش تاني جديد. حلو قوي ده. خلينا نجرب دول. حلو هيبقى عندهم زي الدفاعات. متحمس هو كمان. وعندنا ده بكام؟ ب 1000. شباب خلينا نجربه ولا هياخد وقت ده؟ طب بقول لكم على حاجه. احنا ممكن نشيل واحد من ده كويس ونحط واحد هنا ورا. انا فكرت هيحذف عليهم حجاره. ايه يا عم ده؟ ده شايل زي كانه جنديين كمان معانا. طب خلينا نحط واحد من ده. مش هيكفي معانا. ماشي خلينا نكمل من دول. طيب ماشي ونجرب مثلا نحط واحد من ده. انا سخن من ده السوسه. وخلينا نجرب نشوف هيقدروا. ده شركه ولد. حرام عليك ده شركه من بتوعنا. بيحدفون بعد كده. ماشي ماشي خسرنا. بس انا ما كنتش عارف بصراحه الاولاني ده بيعمل ايه. فانا كده اعرف دلوقتي نقدر نمسحهم هنا ونظبط بقى الجيش بتاعنا من تاني. هنجيب الولد المجنون ده. سوسه هنخليه هنا. ونخلي اللي ممكن اللي بيحذفوا اي مواد كمان. نخلي واحد بس. ماشي وبعد كده عايزين نجيب من دول. نجيب تقريبا ثلاثه. حلو ونقدر نجيب واحد. مش هيكفي. شباب خلينا نجرب نشوف هيحصل ايه. يا سلام شوف 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 المواد الكيماويه بتظبطهم. يلا يا ابطال. لا 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 السيف ازاي اجيبهم. يلا يلا ايوه دوخهم برضو اقوياء. الله يرحمك. يا لعبك مش هيكسب. خسرنا. ماشي يبقى النظام ده بتاعنا مش هينفع خالص. احنا محتاجين من دول كميه. فنجيب مثلا دي واحد اتنين تلاته اربعه. تمام وعايزين من المواد الكيماويه دول نجيب برضو منهم. ادي واحد اتنين. حلو وعايزين نجيب من ده قوي بس مكلف. خلينا نجيب بقى من دول كميه. حلو على قد ما نقدر. حلو قوي كده. ونجيب واحد هنا. تمام كده باذن الله هنفوز. يلا يا ابطال انتوا قد ايه. شوف 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 بيحدفوهم. التاني يخش يفنشه. يلا هدفه تاني. ايوه ايوه صح كده واخوهم. يلا الله فنش على دول كمان.
والاثنين اللي ورا يعملوا حاجه. يا طيب اتحركوا شباب، خسرنا. لا لا لا، لسه ناقص واحد، لسه ناقص واحد، لسه ناقص واحد. في الباقي ده دايخين. يلا البسوا. يا جدعان جابوا ده كمان. حد بيضربوا في بعضيهم، ودول بيحاولوا برضو معاهم. يلا جاب واحد، يلا جاب اتنين. الله عليكم يا سحره. طب حلو، كمل كمل، خش عليه، خش عليه بالسحر بتاعك. يلا الله جابوا. مفيش غير، لا لسه عايش الحمد لله، بس هو كمان اتسمم. لا ولا حلو الاكشن. ولا هم ما تفضحناش. يا سلام، شوف شوف شوف. يلا لا كمل كمل. لا وقع ولا ايه؟ لا حرام، بس فزنا. فزنا ازاي؟ والله فزنا بطريقه غريبه. لا بس حلو، سافه كبيره لابو العسايس. انا ما كنتش متوقع خالص ان احنا ممكن نكسب فيها، بس ده بيدينا حافز اللي احنا نحط استراتيجيه اقوى. ايه ده؟ زي كلهم بيعزفوا. شوف دول، يا نهار، دول بهدلونا. طب اتعامل معاهم ازاي؟ مشكله انا معيش حد يهتف سهما. طب بقول لكم على حاجه، خلينا نجيب واحد من ده. ايوه حط هنا واحد كويس، وخلينا نجيب دول نخليهم في وش المدفع. تمام، نحط ادي واحد اثنين ثلاثه كويس، نحط هنا كمان اثنين ونجيب واحد من ده لان بصراحه قوي جدا. ممكن اخليه ورا هنا شويه ونكمل بعد كده من الرخاص. هنجيب اثنين من الصغيرين دول. شباب المعركه دي انا بصراحه مش متاكد منها، بس ان شاء الله نحط امل يعني. يا شوف اللي بيلعبوا، عرف يجيبهم. والتاني شغالين بالمزيكا. دول لو ضربوا تاني لا 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 لا، المزارع بس ما يروحش فيها، اهم حاجه المزارع. تمام يلا خليهم بس. ايوه جيب دول كمان، كمل كمل. ولا الصغير راح فين؟ خسرنا بجدارة. بس بقول لك سيبني يا عم، مسك البتاع. ماشي خندس هنا. اوكي انا شايف بقى الخطه دي هتظبط معانا، فنجرب تاني. يلا يا ابطال، دول هياخدوا. ايوه انت بتحدف على مين يا عم؟ حرام عليك، حدف على جرودنا، بيستهبل والله. يا الولد الصغير ده ايوه ينط كفوسط الزحمه. لا السهومه دي مشكله. خش يا ولد الصغير، خش عليهم. حلو حلو، عرفوا يعدوا، عرفوا يعدوا، ده كويس جدا. بس اللي بيقع عند الطرف دول حرام والله. كمل كمل، مش عارفين ينشنوا. حلو، خش على كمان دول. شباب باذن الله هنفوز بس الولد الصغير. عامل شغل تعالوا. ايوه خش على الولد الصغير، سيبه يا عم، انت ماسكه ليه؟ يلا كملوا يا ابطال، خلينا نشوف ده هيقع. ده مع السلامه. لا جندي من جنودنا هيقع. شباب فزناها بسهوله، شفتم الخطه بتاعتنا 10 على 10. خلينا نشوف دول ايه كمان. مش عارف، حاسس ان هم سهلين جدا. دول سهلين ماشي، بس اللي ورا ده مش عارفين نظامه عامل ازاي. فشباب احنا اللي هيفيدنا كتير السوسره. بنحط ده هنا كويس، وطبعا اللي هيتضرب عليهم هيعمل لنا مشكله. احنا لازم نوزع الجنود بتوعنا، هنخلي مثلا كده كده كويس، ان شاء الله الحاجه تكفي معانا. تمام، جنودنا يعتبروا تقريبا متوزعين. حلو، وبعد كده عايزين نحط من الصغيرين دول برضو ورا هنا شويه، نوزعهم هنا كمان. تمام، نخلي الصغير ده ياخد في وش المدفع. انا هو رخيص ونخلص منه. وبعد كده عايزين نحط ايوه اللي بيحدف حاجات كيماويه، ممكن اخليه ورا هنا شويه. تمام، ونكمل بعد كده الولد الصغير اخر واحد، ونبتدي باذن الله هنفوز. شباب هتشوفوا. شوف خلص على واحد اثنين، ماشي كمل. شوف 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 الغربان هتفنش، بس المشكله في التجميع بتاعتهم. لا لا اوعى يضرب. لا شوف 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 شوف. ايوه الغرف شاله. يا سلام وفزنا. طبعا شباب انا هقف لحد هنا، فلو عجبك الفيديو ما تنساش بقى باللايك، واتمنى انكم شباب تشتركوا معانا في قناه لسه جداد معانا، وعايزين نشوف حلقات ثانيه من اللعبه دي. عايزين نوصل الفيديو ده 15000 لايك، واكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في اللعبه، واشوفكم مره جايه في فيديو جديد مع ايست تيوب جيمنج. يلا سلام.